تمارين في البيت مكونه من 3 حلقات او 3 نماذج تمارين. اليوم الاول هنمرن فيه الجسم كله زوايا معينه هنختارها، اليوم الثاني هنريحه، اليوم الثالث هنرجع نمرن الجسم كله ولكن زوايا مختلفه عن اليوم الاول، اليوم الرابع هنريح لان الراحه مطلوبه علشان عمليه الاستشفاء تتم على احسن وجه، اليوم الخامس هنرجع نمرنه الجسم كله ولكن في زوايا مختلفة عن اليوم الأول واليوم الثالث. هنستخدم في سلسلة التمارين ديت حاجتين، وزن الجسم والدمبل. أول مرحلة بنعملها معانا هي تنشيط الدورة الدموية، وده عن طريق إن احنا نختار 3 تمارين كاردو خفيفة كده نبدأ بيهم، مثلا الجامب جاك 30 ثانية خفيف كده في الأول وبعد كده 30 ثانية نزود فيهم السرعة، ونكون لابسين كوتش رياضي علشان خاطر نتفادى الإصابة. بعد ما بنخلص الدقيقة الجامب جاك بنخش على الجري في المكان 30 ثانية خفيف وبعد كده بتزود السرعة ل 30 ثانية أسرع، وبعد كده بنخش على الدقيقة الثالثة وهي السكوات بوزن الجسم. وبالنسبة للناس اللي مش عارف تلعب السكوات بشكل حر ممكن تستخدم الكرسي دوت كأداة مساعدة. تاني مرحلة معانا هنعمل بعض الاستطالات للجسم. طبعا انا بختصر التمارين علشان وقت الفيديو، اما حضراتكم هتلتزموا باللي مكتوب على الفيديو على الاسترابه دي. وبعد تمارين الاحماء والاستطاله هنريح 30 ثانيه ونخش على التمرين الاول معانا النهارده وهو تمرين السكواد ولكن هنستخدم فيه الدمبلز. اول ملحوظه في تمرين السكواد انك هتقف اوسع من كتفك حاجات بسيطه وتمسك الدمبل مساويين لرجليك وتنزل تاخد النفس وانت نازل، وانت طالع بتدفع الوزن فوق وبتضغط على عضلات رجليك وبتلعب بشكل بطيء بحيث انك تنزل في ثانيتين وتطلع في ثانيتين. التركيز ده بيفيد العضله اكتر، ومهما كان الوزن خفيف اوعى تلعبه باستهتار وركز وتخيل انك شايل اتقل وزن في الدنيا، ده هيفيدك اكتر. هتلعب من 10 ل 12 تكرار في 3 مجموعات، وبالنسبه للناس اللي لسه متابعانا وما تعرفش يعني ايه مجموعات، المجموعه مكونه من العدد المكتوب سواء كان 10 او 12 هتلعب تكرار يعني عده. هتلعب 10 تكرارات او 10 عدات بشكل بطيء زي ما هو موضح في الفيديو. دي اسمها مجموعة، وبعدها بتريح 30 ثانية، ولكن لو انت عاوز تزيد كثافة التمرين ممكن تختار نوع من انواع الكاردو اللي انت بتحبه زي الجامب جاك انا بعشقه جدا، او نط الحبل تقدر تضيفه في ال 30 ثانية دول تعمل منهم 20 ثانية او 20 عدة وتريح 10 ثواني بس وتخش على المجموعة الثانية. المجموعة الثانية للأسف احنا ما عندناش الا الوزن الثابت دوت، هنلعب بيها ثاني من 10 ل 12 تكرار، وهكذا يبقى السكوات 3 مجموعات في 12 في 10 ل 12 تكرار اسف. وبعد ما بنخلص السكواد بنريح 30 ثانيه بنخش على التمرين الثاني، والتمرين الثاني النهارده معانا هو الديد ليفت، والديد ليفت من التمارين القويه جدا اللي بيشغل اكتر من عضله معانا في جسمنا. ملحوظات الديد ليفت انك تقف رجليك اوسع من اكتافك، تعمل انحناء في رجليك درجتين وتنزل، وانت نازل بالوزن بتحافظ على الانحناء في ركبتك وظهرك مستقيم، بتنزل بشكل بطيء وبتاخد النفس وانت نازل، وانت طالع بتخرج النفس وبتلعب بشكل بطيء وتركيز بحيث انك تاخد ثانيتين في النزول وثانيتين في الطلوع، والاداء بالشكل ده بيفيد العضله اكتر لان بيبقى فيه اتصال ذهني عضلي. بعد كده بنريح 30 ثانيه وبنختار نوع من انواع الكاردو في ال 30 ثانيه ممكن نعمله اللي هو جري في المكان او الجامب جاك او البوكس جامب، انك بتعمل فيه 20 تكرار او 20 عده حسب مقدرتك وبتريح 10 ثواني بتخش على التمرين الثالث، وفي ال 10 ثواني دول ممكن لو انت عطشان تشرب ميه او ما تستناش انك تعطش لازم تشرب ميه من بين لتر لتر ونص. نسيت اقول لكم ان التمرين ده هتاخد معاكم من 25 دقيقه ل 30 دقيقه. وتمرين الثالث معانا النهارده هو سحب الدمبل لعضلات الظهر العلويه، عضله الظهر عضله كبيره مرنا السفليه معاها في الديد ليفت، والعلويه دلوقتي بنستهدفها بالتمرين الثالث، بنلعب 10 تكرارات ل 12 تكرار في 3 مجموعات، وبنريح 30 ثانيه بعد اول 12 تكرار وبنخش على المجموعه الثانيه. والمجموعه الثالثه بنخلصها بنريح 30 ثانيه وبنخش على التمرين الرابع وهو بيستهدف عضلات الصدر.
والتمرين الرابع هو دفع بالدمبل لعضلات الصدر، بما ان الدكه مش موجوده فهنلعب على البوكس ده او نلعب على الارض مستويه. اهم حاجه واحنا نازلين بناخد النفس وبننزل في ثانيتين، واحنا طالعين بندفع النفس او بنخرج النفس وبندفع الوزن بشكل بطيء. الاداء دوت هيخليك تحس بالعضله كويس، واهم حاجه اوعى تلعب بالوزن باستهتار، ركز وتخيل انك شايل اتقل وزن في الدنيا. وبعد ما نلعب 3 مجموعات في 10 ل 12 تكرار بنخش على التمرين الخامس معانا النهارده، وهو رفرفه جانبي سواء الاثنين مع بعض او دمبل لوحده، كل واحد لوحده. لو انت ما عندكش يعني الوزن اللي دمبل واحد تقدر تلعب بيه بدمبل واحد، لو الاثنين هتلعب بيهم. اهم ملحوظه احب اقولها لك ان انت تخلي دايما الدمبل عندك، ان ايدك مستوى بالشكل ده وتنزل زي ما هو باين في الفيديو بالظبط، سواء بتتفرج على الفيديو التوضيحي او عليا انا دلوقتي وانا بتكلم، انك الدمبل بسوا كتفك وبتطلع. معصمك هنا ما يبقاش عالي لفوق، خلي معصمك ده المعصم ده لاسفل، وكانك بتصب حاجه او بتوقع ميه او بتصب ميه اهي، مش قوي كده، هو بيبقى درجه الاثنين وبتنزل وبتطلع. تمرين الرفرفه الجانبي سواء كنا في الجيم او في البيت نلعبه باوزان خفيفه، لانه نوع من انواع تمارين العزل عضله الكتف، لان مفيش اي عضله مساعده معاه تاني لو هنلعبه بشكل صحيح. بتاخد النفس وانت تحت وبتخرج النفس وانت بتدفع الوزن للاعلى، بتعمل الكلام ده من 10 ل 12 تكرار في 3 مجموعات. وبعد الراحه وما ننساش شرب الميه على 3 دفعات نخش على التمرين السادس، هو تمرين لعضله البايسبس. هنلعب من 10 ل 12 تكرار في مجموعتين الى 3، بمعنى انك لو حضرتك شايف انك هتقدر تلعب الثلاث مجموعات العب الثلاث مجموعات واضغط على العضله بشكل بطيء. وانت تحت بتاخد النفس، وانت فوق وبتضغط على عضله البايسبس بتخرج النفس. العمليه بسيطه مش عاوزك تتلخبط، ولو اتلخبطت حافظ على الشهيق والزفير، اوعى تكتم نفس. كل الاحوال عمليه التنفس اوعى تكتمها بحجه انك عاوز ترفع الوزن، هتاذي نفسك. تلعب الكلام ده 10 تكرارات ل 12 تكرار وبشكل بطيء من مجموعتين لثلاث مجموعات، وبنريح بين كل مجموعه والثانيه 30 ثانيه منهم بينهم كاردو خفيف كده 20 ثانيه، وبعد كده بتخش على التمرين السابع والاخير وهو العضله التراي سيبس. وعضله التراي سيبس زي ما احنا شايفين ما عندناش البنش، هننزل على الارض وهنلعب الدفع بالدمبل بالشكل دوت، واحنا فوق بنضغط على عضله الترايسبس وبنثبت لحظات فوق ما بنكملش الثانيه، وبننزل بشكل بطيء بنلعب 12 ل 15 تكرار في مجموعتين لثلاث مجموعات. في النهاية هنعمل عملية استطالة خفيفة كده ونعمل عملية تبريد لجسمنا علشان عملية الاستشفاء تبقى بشكل أسرع، وإن شاء الله استنوني بعد بكرة تمرين التاني أو الحلقة التانية، وبعدها نريح يوم وننزل لكم بالحلقة التالتة والأخيرة. بالنسبة لأسماء التمرينات هتلاقوها في وصف الفيديو بالتوقيت بتاعها، بالنسبة لسلسلة التمارين القديمة هتلاقوها في وصف الفيديو. ندخل على المرحلة الأولى وهي عملية تنشيط الدورة الدموية 3-4 دقايق كده مع بعض، والمرحلة الثانية هي عملية إحماء واستطالات خفيفة كده للعضلات المستهدفة، والحاجتين دول هتلاقيهم في الحلقة الأولى أو في النموذج الأول هتلاقوه في وصف الفيديو. بعد ما نخلص المرحلة الأولى والثانية ندخل على الدائرة الأولى معانا النهاردة، هي مكونة من تمرينين. التمرين الأول يستهدف عضلات الرجل الأمامية، زي ما أنتم شايفين كده بنحط الدمبل وبنظبط رجلينا بحيث إنها تبقى أعلى من الأرض، وبنرفع بشكل بطيء نثبت لحظات فوق وننزل بشكل بطيء، واحنا تحت ناخد النفس، واحنا فوق بنضغط على عضلات الرجلين ونخرج النفس. لو انتم شايفين العضله المستهدفه عندنا الثلاث رؤوس بتوع عضله الفخذ الاماميه. بنلعب 15 تكرار بشكل بطيء وبدون راحه، بنخش على التمرين الثاني وهو يستهدف برضو عضلات الفخذ الخلفيه زي ما انتم شايفين في الفيديو.
برضه بنلعب 15 تكرار بشكل بطيء، بنحط الدمبل وبنمسكه بنقرص عليه بكف رجلينا، وده يخلي عضلات السمانه برضه تشتغل معانا. بنلعب 15 تكرار بشكل بطيء وبعد كده بنريح 45 ثانيه، ودي كده يبقى المجموعه الاولى. وبنرجع نلعب كمان مجموعتين بين التمرين الاول والثاني، مفيش راحه، وبعد ما نخلص التمرين الثاني ناخد 45 ثانيه. وبعد كده نخش على الدايره الثانيه. الدايره الثانيه مكونه من تمرينين هما يستهدفوا عضلات الظهر، بنقف في انحناء في ركبتنا درجتين وظهرنا مستقيم زي ما انتم شايفين، وبنبدا نعمل رفرفه خلفي لعضلات الظهر. بنستهدف هنا عضلات الظهر العلويه بشكل بطيء، بناخد نفس تحت وبنخرج النفس واحنا بندفع الدمبل للاعلى، بنثبت نحاول نثبت لحظات فوق وننزل نعيد الكره. بدون راحة بنخش على التمرين الثاني، هو نوع من انواع البلانك، ولكن زي ما انت شايف كده هو اصعب شويتين، علشان كده هنعمله مجموعتين. بنرفع الدمبل زي ما انتم شايفين كده وبنثبت فوق ل 30 تكرار او 30 ثانية، وبننزل بالدمبل، بننزل الدمبل لمدة ثانية فقط ولكن ما بنريحش ظهرنا. بنرجع نرفع الدمبل ثاني كمان 10 تكرارات بحيث ان احنا نعمل 30 تكرار ورا بعض، بنريح بس بين كل 10 تكرارات ثانية. طبعا بنلعب 30 تكرار للايد اليمين 30 تكرار للايد الشمال. طيب في ناس مش عارف تلعبه، يبقى هنا الحل البديل بتاعنا هو بلانك العادي بتاعنا بشكله الحر، بنلعبه من 60 ل 90 ثانية حسب قدرة المتدرب. يبقى كده الدائرة الثانية مكونة من تمرين الفلاي 12 تكرار، وبتختار نوع من انواع البلانك. بنعمل الكلام دوت التمرين الاول 3 مجموعات، التمرين الثاني مجموعتين، وبعد كده بنخش على الدايرة التالتة. الدايرة التالتة معانا تستهدف عضلات الصدر، مكونة برضو من تمرينين. التمرين الأول رفرفة، ترفع الدمبلين لفوق وزن خفيف، انحناء في كوعك درجتين وبتبدأ وانت نازل تحت بتاخد النفس بشكل بطيء، وانت طالع لفوق بتبدأ تضغط على عضلات السطح وبتخرج النفس. بتلعب بشكل بطيء 15 تكرار وبدون راحة بتخش على التمرين الثاني. التمرين الثاني اللي لعبناه قبل كده مع بعض، بنعمل ريفيرس او عكس القبضة ايدينا بحيث ان كتف ايدينا يبدأ لوشنا، وبنبدأ نخلي هنا ايدينا مش كده مش مستقيمة، لا بتبقى على شكل 7، بننزل مع بعض بناخد نفس واحنا نازلين، واحنا بندفع الوزن لفوق بنخرج النفس. بنلعب الكلام ده 15 تكرار زي ما هنوضح في الفيديو بشكل بطيء. اهم حاجة التركيز يا شباب. بعد ما نخلص 3 مجموعات بنخش على الدائرة الرابعة وهي العضلات الكتف. كتف زي ما احنا شايفين مع بعض هنا، دفع بالدمبل للاعلى بشكل بطيء، بتقف بتخلي انحناء في ركبتك درجتين وظهرك مستقيم، راسك بصه للامام مش لفوق ولا لتحت، وانت تحت بتاخد النفس وانت بتدفع الوزن لفوق بتخرج النفس. بنلعب 12 تكرار وبدون راحه بنبدا نخش على الرفرفه الامامي. الرفرفه الامامي بتنزل بالدمبل زي ما هو باين في الفيديو، يبدا بسوى رجلك وانت لفوق بتخرج النفس. ممكن تلعب ايد وايد بحيث انك تدفع اليمين وتنزل بيها وانت تحت تاخد النفس وتخرج النفس وانت طالع بالايد الشمال، ده اسمه كده تكرار. بتلعب الكلام ده 15 تكرار، ممكن تلعب الاثنين مع بعض زي ما هو باين بالفيديو. تعمل الكلام ده 3 مجموعات بين تمرين الدفع والرفرفه مفيش راحه، بس بعد ما تخلص الرفرفه الامامي بتريح 45 ثانيه. بندخل على الدايره الخامسه وهي مخصصه لعضله الدراع، تمرين للباي وتمرين للتراي. زي ما احنا شايفين مع بعض كده التمرين الاول معانا هو تمرين الهامر، وتمرين الهامر النهارده هقول لكم على 3 طرق نلعبه بيها. ممكن الاثنين مع بعض كده، بنلعب ال 12 تكرار بشكل بطيء، بناخد النفس تحت وبنخرج النفس واحنا بنضغط فوق على عضله البايسبس، وممكن نلعب تكرار للايد اليمين وبدون راحه بنلعب تكرار للايد الشمال، دول بيسمي واحد. في طريقة تانية ممكن تلعب ال 12 تكرار وانت مثبت الايد الشمال في وضع الاستعداد، دي بتزيد قوة التحمل عندك في الايد اليسار. بعد ما بتخلص ال 12 تكرار ايد اليمين بتقف هي زاوية قائمة وتلعب ال 12 تكرار للايد الشمال. التلات طرق ما يفرقوش عن بعض حاجة الا حاجات بسيطة، شوف انت الطريقة اللي تريحك ويبقى في اتصال ذهني عضلي في العضلة اللي انت بتتمرنها وحاسس بيها. ممكن تلعب المجموعة الأولى ايد وايد، والمجموعة الثانية الاثنين مع بعض، والمجموعة الثالثة تثبت ايد وتحرك الثانية، وتشوف ايهما اشتغلت معاك أكتر وتعتمدها معاك، وطبعا التغيير والتنوع مطلوب معانا. ما طولش عليكم، بتلعبوا ال 12 تكرار هامر وبتخش بدون راحة تلعب 12 تكرار لإيد اليمين للترايسبس، بتوقف كأنك هتلعب المنشار وتثبت ظهرك مستقيم من كتفك لكوعك ثابت
وبتبدأ وانت فوق تضغط على عضلة الترايسبس وتنزل تاخد النفس، وانت بتدفع الوزن فوق لعضلة الترايسبس بتخرج النفس. بتلعب ال 15 تكرار للايد اليمين بدون روحة، بتلعب 15 تكرار للايد الشمال. وبعد ما تخلصهم لو انت عندك وقت وعندك قوة وعندك رغبة تقوي الساعد، هو اوريدي اشتغل معاك، هو اوريدي اشتغل معاك في معظم التمارين، ولكن بقى احنا علشان خاطر نقويه اكتر عندنا تمرينين للساعد بتعملهم ثلاث مجموعات في 15 تكرار زي ما انت شايف في الفيديو. النهارده النموذج الثالث من تمرين الجسم كله في البيت بالدمبلز. في الاول كان في سؤال جالي التزم بالجدول ده مده قد ايه؟ كام اسبوع يعني؟ جدول التمرين اللي هو يوم تمرين ويوم راحه وللجسم كله ثلاث نماذج ممكن نلتزم بيه من 4 اسابيع لست اسابيع، وبعد كده ممكن تغير جدول التمرين لكل يوم عضله برضو بالدمبلز وزن الجسم، هتلاقوه في وصف الفيديو. ما طولش عليكم، اول مرحله معانا هي تنشيط الدوره الدمويه، وقلنا ممكن نختار ثلاث نماذج تمرين بوزن الجسم من 3 دقائق ل 5 دقائق، والمرحله الثانيه هي احماء خفيف كده للعضلات اللي هتشتغل معانا النهارده واستطالات. خلصنا نشيط الدورة الدموية والإحماء والاستطالات، ندخل على التمرين الأول هو سكواد بالدمبل. بنقف مستقيمين، رجلينا في سوا كتفنا، بنمسك الدمبل زي ما انتم شايفين كده، بننزل بشكل بطيء وبناخد نفس واحنا نازلين، بنخرج النفس واحنا طالعين فوق، وبنضغط على عضلات الرجلين. بنلعب السكواد زي ما انتم شايفين في الفيديو زي ما مكتوب على الفيديو من 12 ل 15 تكرار، وبعد ما بنخلص التكرارات المكتوبه بدون راحه بندخل على تمرين الطعن. تمرين الطعن بالدمبلز زي ما انتم شايفين كده، رجلك وانت نازل بتبقى بشكل مستقيم، الركبه عندك ما تخرجش عن صوابع رجلك، وبتنزل بشكل بطيء، مجرد ما رجلك الثانيه تلمس الارض ترجع تطلع تاني تضغط على عضله الرجل. بتلعب 12 تكرار للرجل اليمين وبدون راحه بتلعب 12 تكرار للرجل الشمال. وبعد ما نخلص التكرارات بتاعت السكواد والتكرارات بتاعت الطعن بنريح 30 ثانية، وبنرجع نعيد الكلام ده 3 لـ4 مجموعات حسب قدرتك وقدرة المتدرب وقدرة حضرتك. وبعد كده بنريح دقيقة وبندخل على التمرين الثاني، هو الديد ليفت، وبيستهدف معانا جزئين عضلات شغالين معانا، الخلفيات بتاعة الرجلين وعضلات الظهر. رجلينا بسوا كتفنا، بنعمل انحناء درجة واحدة لدرجتين في الركبة، انحناء بسيط جدا. بننزل ظهرنا مستقيم، واحنا نازلين بالوزن اللي بنلعب بيه بيبقى قريب جدا من رجلينا، وتنزل وانت نازل تاخد نفس وانت طالع تخرج النفس، ظهرك مستقيم ما ترميش لورا، ولكن ممكن تعصر على عضلات ظهر. بتلعب الاداء ده بشكل بطيء 12 تكرار في 3 مجموعات، بين كل مجموعه والتانيه راحه من 20 ل 30 ثانيه. انا هدفي هنا اقلل لك وقت الراحه، ولكن تلعب ببطء، يعني ما تستعجلش في اداء التمرين، ولكن قلل وقت الراحه بحيث انك اقل من نص ساعه تكون مخلص التمرين، حرقت اكبر قدر ممكن من السعرات الحراريه. بعد ما نخلص الثلاث مجموعات بنريح دقيقه وبنخش على التمرين الثالث، وهو يستهدف عضلات الكتف الخلفيه. بنمسك الوزن، انحناء في ركبتنا، ظهرنا مستقيم، الكوع عندنا في انحناء درجتين ثابت على كده ما بيتحركش. تحت بناخد النفس، واحنا بنرفع الوزن لفوق بنخرج النفس، والكوع بتاعنا بنحذفه للامام وليس للخلف، لان في الحالات اللي قبل كده كنا بنرمي الدمبل للخلف بحيث نستهدف عضلات الظهر اكتر. اي نعم الكتف الخلفي كان شغال، بس ما كانش التركيز عليه 100%، المره دي التركيز على الكتف الخلفي 100%. اي نعم ممكن عضلات الظهر تبقى عضلات مساعده وليس عضلات اللي هي المستهدفه. بنلعب 3 مجموعات بين كل مجموعه والتانيه من 20 ل 30 ثانيه، وبعد ما نخلص الثلاث مجموعات بنريح دقيقه وبندخل على التمرين الرابع. التمرين الرابع هو دفع بالدمبل لعضلات الصدر. لاحظوا ان انا ما بستعملش البنش رغم ان هو عندي، ما بستخدمش اي حاجه، انا قاصد اكمل السلسله دي باقل الامكانيات بالدمبلز فقط علشان خاطر الناس اللي ما عندهاش الا الوزن اللي هتلعب بيه. لو تقدر تحضر بنش تلعب عليه، ولو تقدر تجيب تشتري عقله يبقى انت عندك جيم متكامل، لان الواضح ان الموضوع مطول حبتين معانا قعده البيت، فاحنا لازم نشتغل كويس. بنمسك الدمبلز وبننام على الارض مستويه، ما يكونش في حاجه تحتك،
صدرك للاعلى، ايديك متساويه لجسمك، بتنزل بالوزن بشكل بطيء، تاخد النفس ومجرد ما كوعك يلمس الارض تطلع تدفع الوزن فوق وبتخرج النفس. بتلعب 12 تكرار بشكل بطيء في اربع مجموعات بين كل مجموعه والتانيه 30 ثانيه، وبعد ما تخلص الاربع مجموعات بتريح دقيقه وتخش على التمرين الخامس. التمرين الخامس عندنا النهارده بيستهدف عضلات الظهر. زي ما انتم شايفين بنقف رجلينا واسعا، انحناء في ركبتنا، ظهرنا مستقيم، بنسحب بايدين واحده بس عشان نركز اكتر، وبشكل بطيء بنسحب الدمبل في منتصف رجلينا، بنسحبه من على الارض، بنطلع فوق نضغط على عضلات الظهر وبشكل بطيء نثبت لحظات فوق، وبشكل بطيء ننزل تاني لنقطه البدايه اللي هي الدمبل في منتصف الرجلين. بنعمل 12 تكرار لايد اليمين وبدون راحه بنعمل 12 تكرار لايد الشمال، دي كده اسمها مجموعه او جوله. بنعمل 3 مجموعات في 12 تكرار بين كل مجموعه والتانيه بنريح 30 ثانيه، وقلنا المجموعه 12 لليمين 12 للشمال اسمها مجموعه، نريح 30 ثانيه بنخش على المجموعه التانيه وهكذا. بنلعب بشكل بطيء، ناخد نفس واحنا بنسحب الدمبل تحت، واحنا بنضغط على عضلات الظهر نخرج النفس. نخش على التمرين السادس والاخير معانا النهارده وهو عضله الدراع، بايسبس وترايسبس، وكمان هنشغل الساعد في تمرينه البايسبس. بنقف مستقيمين صدران للاعلى، بنمسك الدمبل كف ايديها للخارج كانك ماسك بار، بتطلع فوق تضغط على عضله البايسبس، بتعمل يو تيرن او تدوير، بنخلي صوابع ايدينا او وش ايدينا للارض، بنعمل دوران كده زي ما انتم شايفين وبننزل وبشكل بطيء. الاداء هنا لازم يبقى بشكل بطيء وتركيز، بتسحب تاخد النفس وانت نازل تخرج النفس وهكذا. تلعب 12 تكرار بشكل بطيء في 3 مجموعات، ولكن بعد ما تخلص 12 تكرار لعضله البايسبس بدون راحه بتمسك دمبل واحد وتلعب فرنساوي لعضله الترايسبس. بتقعد على كرسي او بتقعد على الارض لو ما عندكش كرسي زي حالاتي كده، يبقى بحيث ان من الكتف للكوع يبقوا مستويين بسوى الراس، في نفس الوقت راسك مش توصل فوق ولا بصل تحت، راسك مستقيمه. بتنزل لحد ما الدمبل اخر مرحله تعمل استطال لعضله الترايسبس وتطلع فوق تضغط على عضله الترايسبس، تاخد النفس وانت تحت، تخرج النفس وانت بتدفع الدمبل للاعلى. بنلعب 12 تكرار للبايسبس وبدون راحه بنلعب 12 تكرار للترايسبس، بعدها نريح 30 ثانيه وبنلعب من 3 مجموعات ل4 مجموعات. وبالشكل ده تكون حلقه النهارده خلصت وسلسله التمارين انتهت. معاك الجدول ممكن تنفذه في شهر رمضان الكريم، تخسر الدهون وتحافظ على الكتله العضليه مع الالتزام بالدايت والنوم لمده 8 ساعات. تنفذ الجدول دوت تحافظ على الكتله العضليه وتخسر دهون ان شاء الله وتشد جسمك كمان. وبالنسبه لعضله السمانه ممكن تقف على الحيطه وبوزن جسمك تعمل التمرين ده، تعمله من 20 ل 25 تكرار في 3 4 مجموعات بين كل مجموعه والثانيه 10 ثواني بس راحه، هي السمانه كده محتاجه تضغط عليها عشان تشتغل معاك بشكل كويس. وكل سنه وانتم طيبين ونشوفكم على خير في الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.